نروح لأهل الاختصاص وأهل النقد الرياضي، والنقد الرياضي صديقنا العزيز كابتن آسر حسين من لندن. كابتن آسر مساء الخير، أهلا بحضرتك. مرحبا بك يا استاذ عمرو بجمهورك المحترم. اهلا وسهلا. شايف ازاي التحليلات دي اللي دايره في انجلترا خلال الساعات اللي فاتت على تاثير رحيل ماني على مستقبل صلاح مع ليفربول؟ الحقيقه استاذ عمرو يعني الصحف الانجليزيه افردت صفحاتها انه وابرزت جدا يمكن جارديان وميرور انه رحله الست سنوات بتنتهي اخيرا. بنتكلم على اجمالي اهداف ومساهمات كبيره مع ليفربول منذ ان قدم ست سنوات لما جه من ساوثهامبتون. 120 جون، حوالي قريب. 48 صناعه لعب. صح. ففي الحقيقه مسيره كبيره جدا. حضرتك سالت عن العلاقه بينه وبين محمد صلاح، علاقه زماله كبيره جدا، وعلاقه اترجمت بشكل كبير في الملعب بانه هذا الثلاثي او وجود فيرمينيو معاهم حقق ارقام ما حدش حققها. يعني وصلوا الثلاثه لحوالي 338 هدف. انا افتكر محمد صلاح لما اليوم اللي وصل فيه محمد صلاح وتعاقد بشكل رسمي مع ليفربول في 22 يونيو، زي الايام زي دي يا استاذ عمرو، في 2017 الى الان الخمس سنوات دول حققوا فيه الرقم الكبير ده من الاهداف والغله دي. فبالتالي نهايه، نقدر نقول نهايه عصر كبير ونهايه لعيب مهم جدا في كتيبه ليفربول، ونهايه لاهم ثلاثي لعب واهم ثلاثي في الدوري الانجليزي حقق اهداف، اهم ثلاثي هجومي واقوى ثلاثي زي الام اس ان بتاع برشلونه كده في عزه، يعني زي الام اس ان. حتى يا استاذ عمرو انا مبسوط ان حضرتك قلت الام اس ان، ان حتى في يعني طبعا اجماليا الاسامي يمكن كانت اكبر ميسي ونيمار وسواريز، لكن طبعا حتى في عدد الاهداف اجمالا مع في دوري الابطال هم اللي حققوا 30 هدف. الثلاثي ده حقق من اكثر من الثلاثيات من اكثر من اي ثلاثي، حتى من الام اس ان، واكثر من الثلاثي بتاع بيل وكريم بنزيما مظبوط ورونالدو. هم حققوا اجمالا هم الثلاثه 30 هدف مش على المستوى الفردي. واعتقد كمان استاذ عمرو النهايه النهارده نهايه واسدال ستاره على لغط كتير حصل. ابدا القصه كان في عقله من قبل ما يلعب ليفربول نهائي دوري الابطال امام ريال مدريد، وكان ماني متخذ قرار، لكن احتراما لعلاقته ب ليفربول قرر انه بعد مباراه ريال مدريد انه يحدد الوجهه او يعلن رغبته بده. تصاعد هو صعد جدا في التصريحات وفي احد المؤتمرات الصحفيه قبل مباراه مزبوط. لمنتخب بلاده قال انا عارف ان معظم الشعب السنغالي ما بيحبونيش وان اداره ليفربول مش بتقدره ما بتحبنيش. ده نقدر نترجمه التصعيد ده ليفربول كان صامت جدا وحس ان اللاعب بيصعد ناحيته. انا بعتقد انه الجزء الاساسي في بدايه الرحيل هو التفاوض بشكل مباشر او وسائل الاعلام اهتمت في انجلترا بشكل مباشر. افتكر ان انا كنت بتشرف مع حضرتك من نهايه السنه اللي فاتت والناس بتتكلم على صلاح هيمشي ولا لا، وماني هو زميله في الفرقه وعقده يخلص في نفس الوقت وهو يونيو 2023، لكن ما حدش جاب سيره التعاقد. كمان احد رموز ليفربول كان اتكلم انه ان الرحيل هو سبب مادي بشكل كبير، واستبعد موضوع انه حاسس ان الضوء مش عليه او ان هو مش نجم الشباك او هو اللي على الافيش، بقال انه كان هيمشي فري السنه الجايه. وكان عارض، وكان في التفاوض مع ليفربول عارض انه ماني كان عايز ياخد، كان حاسس انه احسن لاعب في العالم السنه دي بالاستحقاقات اللي حققها مع منتخب بلاده ومع نادي ليفربول، فكان عايز يطلب حوالي 340 مليون شهريا، وليفربول رفض ده. التصعيد اللي عمله ماني نزل حده البتاع وقال انا كنت بتكلم بمزاح وانا ما كنتش اقصد ده. فبالتالي اداره ليفربول كان التصعيد بتاعها ان انا مش هخلي لعيب مهم زي ده يمشي غير وكانت تعلم بحقيقه مفاوضات مع بايرن ميونخ باقل من 50 مليون يورو. دي قيمه ماني بالنسبه لي. لما حسوا ان رغبه اللاعب هي الرحيل ونزل بحده التصريحات شويه، كانت مكافاه لي او احتراما لفترته مع وعطائه لقميص ليفربول، هي النزول وقبول عرض بايرن ميونخ اللي هو بيعتبر زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه 32 مليون زائد 9. طب ده بالنسبه لصلاح، ده اكيد هينعكس على صلاح، هينعكس على عقد صلاح في العقد، وهينعكس على صلاح كمان فنيا. هل بالتالي زي ما بعض الصحف الانجليزيه توقعت ان بالتالي اداره ليفربول هتكون مضطره ان هي تستجيب لكل طلبات محمد صلاح في التجديد عشان ما يمشيش فري السنه الجايه؟ اعتقد ده هيحصل بس مش بشكل مباشر يا استاذ عمرو. يعني هي زي ما حضرتك برضو كنت تقول من شويه انه اداره ليفربول لن تتحمل خساره جناحي الفريق او نجوم واحد،
فبالتالي محمد صلاح اعلن رغبته انه هيكمل الموسم ده الى ان يتم التفاوض وما يمشيش، يعني يمشي او ما يمشيش فري السنه الجايه. لكن ليفربول دايما عنده بلان بي. يعني التعاقد مع لويس دياس في وسط الموسم في الانتقالات الشتويه كان تحسبا لرحيل احد نجمال الفريق وبناء المستقبل، قبلها بموسم التعاقد مع دييجو جوتا. السنه دي في 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 في, في, في مراحل حبل حتى قبل ما يعلن رحيل ماني رسميا كان التعاقد مع داروين نونز. وهنا صح. انا عايز بس ابروز انه بتتعاقد مع احد اهم مهاجمين العالم القادمين عمره 22 عام بس، وبتكسر قاعده. يعني كان الكلام مع صلاح على الارقام كبيره وليفربول عنده سقف، لتاني مره ليفربول بيكسر القاعده بتاعته في دفع ارقام كبيره وبيجيب لعيب بحوالي 75 مليون يورو بالاعلانات بالاضافات، هتصل الصفقه ل 100 يورو، هو داروين نونز. ده اكتر من اللي كان طالبه صلاح يعني؟ طبعا بس طبعا فارق العمر وفارق السن، وده لاعب شاب والمستقبل والكلام ده كله 30 سنه و22 سنه، فهو بيستثمر في ال 22 سنه بالظبط. فالمؤشر انه ليفربول مش بيستنى، يعني التعاقد مع لويس دياس في الانتقالات الشتويه، البدء بالتعاقد مع داروين نونس في الانتقالات الصيفيه قبل حتى ما ماني يعلن رحيله تحضير البديل، بيكسر لتاني مره بيدفع ارقام كبيره بعد. طب بالتالي يعني هي 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 هي, هي, هي كده هيكونوا امام اضطرار ان هم يخلصوا مع صلاح، ولا الامر هيكون لسه ممتد شويه؟ اعتقد طبعا جماهير ليفربول هتطلب انه يفعل كل ما بوسعه اداره ليفربول انها تتعاقد مع صلاح، وانه يتم تجهيز عقد بالرقم اللي عايزه محمد صلاح. لانه انا بقول لحضرتك يمكن يبان انه في تجهيز للبديل، لكن ما فيش حد يعوض، يعني ممكن تعوض غياب ماني في وجود صلاح وفيرمينيو لسه. مظبوط، وجود عناصر، لكن ضربتين في الراس تولع. ان ليفربول يتحمل خساره، انا بقول لحضرتك انت بتتكلم على هداف، يعني الناس بتقول حضرتك بتكلمني على تاثير ماني، على تاثير رحيل ماني على صلاح. انا بشوف فنيا مفيش تاثير على محمد صلاح فرديا، انت بتتكلم في وجود ماني اللي كان موجود قبله بموسم في اخر خمس سنوات، في وجود ساديو ماني مجاورا لصلاح. محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي ثلاث مرات من اصل خمسه يا استاذ عمرو. فهي السؤال نقدر نوجهه اكتر في اتجاه مردود ده على ليفربول ايه؟ يعني رحيل ماني هياثر ازاي على ليفربول اكتر من محمد صلاح؟ هو بالتالي تلبيه كل طلبات محمد صلاح او محاوله انه ما يخسرش لعيب ثاني. يعني هو اخذ رقم في ماني، ما خسروش فري، اخذ 32 مليون، لكن هو يعلم جماهيريا حتى قيمه محمد صلاح، هو النجم الاول للجماهير والنجم الاول نجم الشباك الاول في ليفربول. فما يقدرش يجازف، ما يقدرش يتحمل رحيل ماني وليفربول في موسم واحد او في موسمين على الاقل. طيب انا شاكر جدا جدا لحضرتك وجودك معانا كابتن اسر ياسين ناقد الرياضي عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.